بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نشوف مع بعض برنامج بيدي على الفيروسات بتاعه الاوتوكاد. البرنامج اسمه اوتوكاد كلينر. برنامج سهل وبسيط، ما فيهوش اي مشاكل خالص. برمجه المهندس احمد حماده فهمي. اول ما تفتح البرنامج بتلاقي بس زرار اسمه سكان، بيبدا يفحص الفيروسات ويحللها وبعد كده يلغي الفيروسات وخلاص على كده. تمام، البرنامج سهل وبسيط، ما فيهوش اي مشكله خالص. سكان يبدا يفحص، لو لقى اي فيروس بيلغيه و اوتوماتيك. البرنامج ما فيهوش اي مشاكل خالص ان شاء الله.